البقدونس أو المعدنوس أو أسماء أخرى أنتم تعرفوها لكم فوائدها الرائعة، فهو قنبلة صحية حقيقية. نسبة الفيتامينات والمعادن الذي يحويها البقدونس رائعة وعالية جدا. فيتامين آ لصحة الجلد، فيتامين بي لترميم خلايا الجسم، فيتامين سي للحفاظ على الجهاز المناعي، فيتامين إي حماية الخلايا عن التقدم بالسن، فيتامين كي لإنتاج بروتين للكبد والحديد بنسبة عالية، والمنغنيز والبوتاسيوم لبناء العضلات والجهاز العصبي، الزنك لحب الشباب، الكالسيوم للعظام والأسنان، والألياف لمنع البكتيريا والفيروسات، مفيد لجهاز الهضم، يقلل مستويات السكر في الدم، يحسن رائحة النفس ويعطر الفم، يخفض ضغط الدم، يحارب السرطان، ومفيد للذاكرة. مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، ينتج العصارة الصفراوية في الكبد لهضم الدهون في الأمعاء. لذلك تناول البقدونس يوميا، هذا هو الكنز. لا تنسى الإعجاب والمتابعة.